النهاردة بقى جايبة لكم مكان جديد، مكان للمفروشات. عندنا الفوط فيه موجودة من أول 20 جنيه. ده غير بقى كمان جوه هنتفرج على أطقم السراير واللحفة بتاعت الأطفال والسرير الكبير والبطاطين والدفايات، كل الكلام ده هنتفرج عليه إن شاء الله. بس الأول تعالوا نشوف العنوان بتاعنا فين. تصويرنا النهاردة موجودين في اسكندرية في العصفرة، شارع جمال عبد الناصر قصاد جامع عبد الحليم محمود، وعندنا كمان مستشفى الإمام. هنديها ظهرنا وهندخل الشارع ده يا بنات، الشارع اللي هو في وش مستشفى الإمام على قيمته محل اسمه مودي. هنفضل داخلين هنلاقي سوبر ماركت اسمه البغل، تمام. هنفضل برضو ماشيين لغاية ما نوصل المحل اللي جايين نصوره النهاردة. النهاردة جايين نصور محل طالة اهو، تمام، للمفروشات. دخلنا كده من اول الشارع طبعا اللي في وش ايه، مسجد عبد الحليم محمود، تمام، يعتبر في اول الشارع. تعالوا بقى ندخل نشوف العروض الحلوه. وعليكم السلام، اول مره ندخل عند محل تالا، عايزين بقى نعرف العروض الحلوه اللي موجوده. بصي عندنا ملايات سرير من بدايه 150 جنيه 150. دي ملايات قطن؟ اه دي ملايات. في حاجه زي كده خمس قطع بتاعتها بتعمل 190 جنيه تمام، انما دي ثلاثه، دي ثلاث قطع. اه في حاجه زي كده الاطفال ست قطع بتعمل 225 جنيه. اشكالها ايه بقى دي؟ في منها اشكال كتير، بصوا اه الشكل ده تمام، شكل كده حلو قوي، في حاجه كده الله ينور، منها اشكال تانيه كتير تمام، حلو قوي. فوت معاكوا بادئه من 50 جنيه اه، وعندي فوت مطبخ بتعمل الواحده 20 جنيه الواحده، يعني الفوت يا بنات من اول 20 جنيه معاكي. بصوا بقى تمام زي الفل، بتاخدي فرداني عادي مش لازم اخد اه اشكال كتيره قوي تمام. البشكيره اهو ب 175 يا بنات، تمام زي الفل تمام. عندنا برضو مفارش النيش يا بنات باشكالها كلها، اه اشكال كتيره قوي، تعالي اختاري اللي انت عايزاه. في ب 100 من اول 145 موجود معانا، اه بصوا في 220 135 زي الفل، حلو قوي. دول ثلاث قطع اللي هم بتوع الرانر او البوفيه او اه او السراحه بقى. اه بكام دول؟ من اول سعر كام دول؟ دول احنا اول من 325 من 325 اه، في حاجه زي كده بتعمل 165 جنيه تمام زي الفل. بصي عندي السفره دي اه، بص السفره ده بكام معانا؟ ده بيعمل معانا 325 325 يا بنات. بصوا شكله اللي هو المفرغ ده جميل قوي، تمام زي الفل. الحاجات ده اللي هي الكفرات دي بكام؟ عادي عادي اه، بس الستة الواحد بخمسين اه تمام. كيلة الفوط بقى جامدة، بتبتدي بقى من اول سعر كام؟ من اول 265 اه دي يا بنات معايا لحد 475 جنيه. طبعا كلها براندات زي ما احنا شايفين، حلوة قوي. وفي كمان الفوط الصغيرة دي اه اهي، دي ب 175 تمام. طقم فوط ده عبارة عن كام قطعة ده؟ أربع قطع. أربع قطع يا بنات اهي تمام. الله ده جبير ده اه، ده الفوطه 55 في متر و10 متر و10 اه، في الفوطه الثانيه بتبدا من 65 متر 60 سنتي لحد 120. وده بكام معانا ده؟ ده بيعمل معانا 335 جنيه 335 جنيه. الفوطه الثانيه ب 265 جنيه تمام، يعني حاجة زي كده ب 265 جنيه. في حاجة زي كده اللي هي زي الشنطة كده بتعمل 390 جنيه 390، تجيبيها برضو هدية حلوة كده تمام، الله ينور. دي بالنسبة للفوط، دي بالنسبة للفوط. وفي فوط الأطفال، فوط أطفال مجسمة كده اه حلوة قوي، بتعمل 245 245 في أشكال. أيوة وريه في أشكال تانية، إيه العسل ده؟ بصوا دي ب 325 تمام. في حاجات كده بتعمل 390 جنيه وفي 375 جنيه. في زي دي كده يا بنات اشكال كتير ما شاء الله. أوه. حاجات كتيره جدا تمام. تمام. وكمان انا شايفه بتاعت المطبخ. المطبخ كده؟ اه. في فوات المطبخ كده. دي بقى الحاجات كدا. الجديده بقى دي. اه دي بتاعت العرايس. 220؟ اه. في حاجه زي كده بتعمل 175. زي الفل، الوانها حلوه قوي ما شاء الله. في حاجات زي كده البشاكير بتاعتنا. اه. طبعا الخامات بقى القطن، بقول لكم الناس هنا ما بيشتغلوش الا في البراندات. اهو كده. تمام. ده بيعمل 325 حلو قوي. الثانية بتعمل 245 زي بقى ما انت عايزة، في ال 245 وفي من اول 175 البشكير من اول 175 من اول 175 مع حضرتك لحد 325 جنيه تمام. بما اننا بقى موجودين في موسم الشتاء عايزين دفاية محترمة. عندي الدفايه كده بتبدا من 275 جنيه 200. بصي يا بنات دي ب 275 جنيه، انا ماسكاها دي نص بطانيه،
تعتبر نص بطانيه. جميله ما شاء الله. في الوان طبعا؟ اه طبعا، عندي حاجات من دي وعندي حاجات العرايس. تمام، يلا بينا نتفرج عليها. كفايات العرايس تبقى كام قطعه دي؟ دي في منهم 3 قطع وفي منهم 4 قطع. في 4 قطع. 3 قطع بكام؟ 3 قطع بتعمل 850 جنيه. ايوه، في حاجات زي كده بتعمل 750 جنيه. اه زي ما انت عايزه يعني. اه زي ما انت عايزه. حلوه قوي. في حاجات كده، كل دي اشكال. اشكال كتيره قوي يا بنات. بصوا دي اطفال، دي اطفال. في شغل 950، شغل حلو قوي ده. اه كل ده اطفال. بصوا الجمال. وفي كده لو مش عايزه اللي هي الصور الاطفال، اه عايزه شبابي مثلا. أوه. في منهم كده اشكال. أوه. دي وفي اشكال رسم 950. 950 تمام. بصوا كمان، يعني احنا الاسعار اللي انتوا شايفينها دي هيتعمل ليكوا خصومات لما تيجوا باذن الله. زي الفل. كمان الكوفيرتا، كوفيرتا كده السرير الكبير. اه دي 2 متر و40 في 2 متر و60 ومعاها 2 خداديه ب 1150. دي 1150 في كده الشكل منها تاني. وفي الاطفالي كمان، في اطفال كده. اه حاجات كده، دي رسومات الاطفال. وفي حاجات كده شبابي، دي بتعمل 1200 وهنزل عليها خصم 1000 جنيه. 1000 جنيه بس بدل 1200. بدل 1200 الامرايه دي. ودي شبابي. هنا بقى الكوفيرتا القمر دي الكابتونيه. بصوا يا بنات بقى، دي ايه؟ دي الكوفيرتا اللي هي الاطفال. اه الاطفال دي بيبقوا قطعتين في ال، لا دولت 2 8 قطع. 8 قطع. اه دي 4 خداديات، 2 مخده و2 كوفيرتا. حلوه قوي. هي واحده بناتي. اه ده وش ووش. وش ووش. حلوه قوي، عشان عندك بنات موجود. أوه. عندك صبيان موجود. وبكام معانا يا قمر دي؟ دي عامله بدل 1200 عامله 1150. تمام. طبعا كمان دي الخداديات بتاعتهم يا بنات. ده الشكل وده الظهر. ده اه ده مرسوم وده مرسوم. ده مرسوم وده مرسوم. وعشان خاطرنا بقى هتبيعها لنا بكام؟ هتبيعك 1100. اي 1100. عروسه تيجي من طرفك هخصم عليها وبيبقى عامله 1100. واي حاجه تانية يا بنات ليكوا خصم، بس انتوا اهم حاجه قولوا انت بيوميات اسره بسيطه. تمام. اللحافه بقى. بصي ده كده عامل 400 جنيه، بننزل عليهم خصم اي حد من طرف حضرتك ب 350 جنيه. ده يا بنات ب 350 بدل 400. طبعا مش الشكل ده وبس. لا في اشكال. ده انا عايزه اقول لكم في اشكال كتيره قوي والله، والوانها تحفه. ما شاء الله. العرايس بقى اللي على الوشين، ده ايه بقى؟ ده الحفه ده عروسه، ده وشين. اه وش ساده ووش منقوش. تمام. ده كام قطعه؟ ده 3 قطع. عندنا اللحاف وايه تاني؟ والخداديات بتاعته كده دي. تمام. حلو قوي. وكم معانا يا جميل ده؟ ده 1700، نزل على عرض ب 1600 جنيه. 1600 بدل 1700. تمام. وفي منه اشكال. وطبعا بقى مش عايزه اقول لك على اشكاله وجمالها وحلوياتها. يعني العروسه هنا هتيجي تتفرج وتشوف الحاجات الحلوه دي كلها. ايه بقى اللحاف العسل ده؟ ده لحاف الاطفال. اه ده في 6 قطع. بيبقى لحافين؟ لحافين واثنين مخده واثنين خداديه. جميل جدا. ده نزل عليه عرض بدل 1500 ب 1400 جنيه. 1400 جنيه يا بنات. 10 قطع. اه في يعني ده لوحده ده 6 قطع. ده 6 قطع. وفي 10 قطع كمان. 10 قطع ده بزياده، 2 دفايه و2 مخده كمان. تمام. ده عامل 1650، بينزل معاكي في العرض 1500 جنيه. حلو. انما ده اللي معانا ده عامل 6 قطع، ده 6 قطع. بكام قلنا؟ ده 1500 ونزل عليه عرض ب 1400 جنيه. 1400 تمام. ومعانا كمان البطانيه ترند دي جواها البيت. أوه. كمان دي بكام دي معانا دي؟ نزل عليها عرض ب 1450 جنيه. 1450 يا بنات بدل 1550. في اشكال منها طبعا، في اشكال والوانات ثانيه منها. بس دي الترند يا بنات. أوه. الاسود ده خطير. تمام. كمان عندنا البطاطين الاطفالي، هما بيبقوا اتنين كده في كيس. اه في منها الوانات، ده التدريجي ده المدرج ده. اه في منه الوان. اه عليه عرض ب 1300 جنيه. 1300 بدل 1450. في منه مشجر وفي منه حاجه زي حصان كده. اه رسم حصان. اه جميله قوي اللي انت بقى عايزاه. تمام يا جميل. السرير بقى، بس عندي حاجه كده الدوليه، ده مستورد، ده الخامه تركي والتقفيل مصري. تمام. ده بيعمل 525، نزل عليه عرض ب 450 جنيه. تمام. طبعا الاسعار دي للمتابعين فقط. بالظبط. في حاجه زي كده. ايوه. 450، نزل عليه عرض ب 400 جنيه. تمام. في منه اشكال والوان. عندي حاجات تانية كده اطفال. اطفال كمان موجود معانا. السرير ده؟ ده طعم السرير. اه بس شكله جميل قوي. حلو قوي. ده كام بكام معانا ده؟ ده 650 بدل 650 هيبقى 600 يا بنات. تمام. ده بقى كمان كوفيرتة الزمن الجميل بكام دي؟ دي عامله 285، كل مقاس ليه سعره. تمام. من اول 285؟ نزل. لا من 245 لحد 285. أيوة. على حسب المقاس. حسب المقاس. تمام. كل حاجه عليها تخفيضات واسعار زي الفل. فارس بقى العرايس القمر
ايه بقى الحاجات الحلوه دي؟ دي حاجه العرايس دي. أيوة. عامله 1650، في منها اشكال ورسومات مختلفه. تمام، والوان حلوه قوي. بصوا يا بنات ده شكل، في حاجه زي كده، ده الجديد بتاعنا، ده الجديد بقى، ده اللي هو بزراير. بصوا الجديد ده بالزراير اهو، وده شكله على الطبيعه. وبكام معانا برضو؟ ب 1650، نازل في العرض ب 1550. 1550 يا بنات المفارش العسل دي. تمام، بقى مواعيد العمل. مواعيد العمل معانا من 10 صباحا ل 12 مساء. تمام، احنا موجودين طول ايام الاسبوع، مفيش اجازات. متشكرين يا عمر.